نواصل نقاش هذا الموضوع مع ضيفنا في طرابلس الكاتب الصحفي عبد القدوس العيساوي. سيد العيساوي، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات وامتدادها إلى غربي طرابلس وقوات من مصراتة آتية على بعد 100 كيلومتر من شرق العاصمة، هل نتحدث الآن عن انفجار معركة السيطرة على طرابلس؟ بداية السلام عليكم، ترحم أيضا على كل المدنيين الذين فقدوا اليوم جراء هذه الاشتباكات. نعم، ربما في هذه اللحظات وصلنا إلى مرحلة لا سيطرة على الاشتباكات داخل العاصمة طرابلس. ربما سنشاهد خلال الساعات القادمة الكثير من التشكيلات والكتائب المسلحة ستدخل في هذا الصراع الذي بدأ ليلة البارحة. أعتقد أن الاشتباكات ستتوسع، ستتجه إلى نحو حرب جديدة على العاصمة طرابلس. لمن برأيك تميل الكفة الآن؟ لا أحد يعرف إلى أين تميل الكفة، لأن ربما القوتان محليا متوازيتان. هناك بعض الدعاوى للتهدئة لفض النزاع من بعض الكتائب المسلحة التي نادت بالحياد منذ مدة، ولكن بعض الكتائب أو الكتيبتين الآن المشتبكتان إحداهما رفضت الانصياع إلى التفاوض والتهدئة. نشاهد أيضا توسع دائرة الاشتباك إلى غربي العاصمة طرابلس بالقرب من جسر 17 أو 17. نسمع الكثير من الأخبار حول التوجه، مثل ما قلت، يعني توجه العديد من الكتائب اتجاه العاصمة. الكفة لمن؟ لا أحد ربما في هذه اللحظات يستطيع أن يتكهن من هو الذي سيفوز بالعاصمة طرابلس. حكومة دبيبة أصدرت بيانا حملت فيه فتح باشاغة المسؤولية وأشارت إلى رسالته التي وصفتها بأنها تهديد قبل يومين، التي بعث بها إلى دبيبة. هل ترى فعلا أن سيد فتح باشاغة فاض به الكيل وفعلا قرر محاولة الاستيلاء على السلطة في طرابلس بالقوة مع تعنت موقف دبيبة؟ الحقيقة لا يمكننا أن نخلي المسؤولية من طرف أي حكومة، فالحكومتان لهما ذات المسؤولية في الحرب الدائرة حاليا في طرابلس، لأن الأولى والأجدر كان لهما التفاوض الرسمي والحقيقي الفعلي، ليس ذلك الذي يدعونه عبر شاشات التلفاز والرسائل التي نراهم يتراشقون بها هنا وهناك. الأجدر بهما كان يتجهان إلى طاولة بيان حكومة دبيبة. سيد العيساوي، حل رسمي مقنع لجميع الأطراف. تحدث عن جولات تفاوض وأن حكومة باشاغة أفشلتها في الجولة الثالثة وأن هذا التفاوض كان جاريا في مصراتة. أعتقد أن التفاوضات التي تجرى بالسر هي تفاوضات غير حقيقية إلى حد كبير، يعني هي محاولات للتهدئة أراها من وجهة نظري، لأن التفاوضات الحقيقية كانت ربما تقود إلى نتائج أفضل وأوسع وأشمل من الذي نراه اليوم، لأن إذا لم تعلن الحكومتين عن الجلوس إلى طاولة الحوار فهما أو إحداهما لا تملك الخيار بأن تصل إلى مرحلة التفاوض. ربما تعنت الحكومتين بعدم الجلوس وجها لوجه والحديث عن وجود حلول مشتركة حقيقية هي التي وصلت إلى هذه المرحلة. الحكومتان تشبتتا بأن تبقى إحداهما في الحكم، وهو الذي أدى إلى وصولنا إلى هذه اللحظات. طيب، أين هو المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب؟ يبدوان غائبين تماما عما تشهده طرابلس منذ ليلة الأمس. أعتقد أن هما أيضا مسؤولان على ما يحدث في العاصمة طرابلس، لأن الكثير من جولات الحوار التي ضيعها هذين المجلسين على الليبيين، الكثير من وسائل الصلح والسلام قد ضيعها هذان المجلسين بالتعنت، باعتبار كل طرف يرى الآخر هو المستشار، كل طرف يرى الآخر هو الطرف الذي لا يمكن السماع منه. أعتقد هذين المجلسين حتى وإن تحدثا، حتى وإن أصدرا بعض البيانات، لا يرى الشعب الليبي من وجودهم أي فائدة، لأن أعتقد الشعب الليبي قد فقد فيهما الأمل بأن يحل هذه المشكلة في خصوصا المشكلة السياسية في ليبيا. ربما ضعف هذين المجلسين في الوصول إلى حل منعهما أو ربما أخرهما في إصدار بيان
ينددان فيه على الأقل الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس. صدر بيان من البعثة الأممية وبيان من السفارة الأمريكية. إضافة دعني يعني أضيف يعني. تفضل. نعم. تفضل أكمل. تفضل. دعني أضيف يعني فيما يخص المجلسين، هما الكل يعلم أن هذين المجلسين منقسمان على الحكومتين، هناك من يدعم حكومة دبيبة وهناك من يدعم حكومة بشاغة، فإذا أصدرت رئاستي هذين المجلسين أي بيان سنرى التراشق ودعم إحدى الحكومتين من قبل أعضاء هذين المجلسين. صدر بيان من البعثة الأممية تدعو إلى تعرب عن القلق وتدعو إلى ضبط النفس. وصول الأمور إلى هذا الوضع سيد العيساوي ألا يمثل فشلا ذريعا لجهود بعثة الأمم المتحدة؟ أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة فشلت منذ أن فشل الوصول إلى إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي. بعثة الأمم المتحدة حاليا هي غير قادرة على اتخاذ أي خطوة اتجاه التسوية السلمية في ليبيا. دليل إضافي على ذلك استقالة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، فشل مجلس الأمن في تفويض مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، كل ذلك أصبح واضحا يدل على فشل بعثة الأمم المتحدة في الوصول إلى صراع، لأن الكثير من موظفي هذه البعثة والعديد من مبعوثي الأمم المتحدة شاركوا في الصراع الليبي وانحازوا إلى أحد الأطراف، وبالتالي أيضا الشعب الليبي ربما فئة كبيرة من الشعب الليبي لم تعد تثق في مخرجات بعثات الأممية داخل ليبيا. كان هناك أيضا بيان من السفارة الأمريكية في ليبيا نفس الكلام، الدعوة إلى الإعراب عن القلق والدعوة إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار. هل ترى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تفعل شيء آخر غير إصدار البيانات فحسب؟ أعتقد أن الوضع في ليبيا لا تتحكم فيه دولة بعينها، أي ليست أمريكا الوحيدة المتحكمة أو المتداخلة في الشأن الليبي، أيضا هناك دول من الشرق مثلا روسيا أيضا لديها قوات على الأرض مثل شركة فاغنر، فروسيا لوحدها أو أمريكا لوحدها لا يمكن أن تفرض حل تام وكامل داخل ليبيا، أو ربما تنصاع الأطراف المحلية إلى ما تدعو إليه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ليست الوحيدة المسيطرة على الوضع الليبي، ربما تساهم بياناتها أو ربما تدخلاتها إلى تهدئة الوضع، تقود ربما إلى الأطراف الليبية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل فعلي ورسمي. أشرت إلى فاغنر، وهذا يقودني إلى سؤال بخصوص قوات شرق ليبيا أو قوات خليفة حفتر، برأيك بأي عين ينظرون إلى ما تشهده طرابلس؟ لا أعتقد أن قوات حفتر ستكون ضد ما تدعمه وتعمل عليه حكومة بشاغة، لأن هذه الحكومة انبثقت على مجلس النواب، والكل يعلم أن مجلس النواب هو في تواصل أو ربما، لكن تعرف يا العيساوي حكي كثيرا حكي كثيرا عن صفقات ما أبرمت بين دبيبة وحفتر، قرأت هذا الكلام لا شك. الكثير يقول هذه الصفقات، ولكن حتى وإن صحت هذه الحكايات دعنا نقول أن من يريد امتلاك الكل لا يرضى بهذه الصفقات، وهي صفقات امتلاك الجزء، فإن كان لديك فرصة أن تمتلك الكل فستدعم هذه الفرصة وتبتعد عن فرصة امتلاك الجزء، أعتقد هكذا ستجري الأمور إن حدثت أو صحت هذه الحكاية. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عبد القدوس العيساوي في طرابلس.